التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة تلو انطلاقة ومنافسات جديدة تنطلق واسماء عديدة وشعارات نتابعها من خلال هذه الانطلاقة وهذه الدفعة الجديدة المشاركة معنا في انطلاقات سن الجذاع وتحديات الستة كيلومترات. على بركة الله متابعينا الكرام ينطلق شوطنا الحادي عشر قبل لحظات بأسمائه وشعاراته. نذهب مباشرة إلى البداية إلى منصورة هنا على أول المراكز، علي بن حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي هنا مع أول المراكز وثاني المراكز، أتابع من الجانب الآخر دوم سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري يصل ثانيا مع انطلاقة دومه مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. تصل ريتاج هنا مع ثالث المراكز، سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل المري مع ثالث المراكز وانطلاقة ريتاج ورابع المراكز هنا والقادمة في هذه اللحظات. تتابع ثالث المراكز هنا والانطلاق في هذه اللحظات من فتنة لفهيد بن محمد بن سعيد المري هنا يصل مع ثالث المراكز تغير فتنة وخامس الأسماء. أتابع من حاف محمد بن علي بن صالح أبو ليلة الغفراني المري يصل خامسا في هذه اللحظات. هكذا كان النداء مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن العودة إلى البداية إلى مقدمة الشوط هناك مع دومة من غيرت على الصدارة وانطلقت في هذه اللحظات. سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري هنا ينطلق مع دومة على مقدمة الشوط وثاني المراكز، أتابع ثاني المراكز. أتابع فتنة فهد بن محمد الحنيتم المري هنا يصل ثانيا مع انطلاقة شعاره وفتنة هنا في ثاني المراكز ثالث الأسماء. تصل منصورة مع ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا أيضا ثالث الأسماء منصورة. علي بن حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي يصل ثالثا ورابع المراكز، وتابع ريتاج هنا منطلقة بشعار سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل هنا يصل رابعا وخامس الأسماء. هنا شعار أبو ليلى يصل في هذه اللحظات وينطلق مع منحاف محمد بن علي أبو ليلى الغفراني يصل خامسا مع انطلاقة منحاف في هذه اللحظات. هكذا كان النداء مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى. النداء الثاني في انطلاق شوطنا الحادي عشر، أرى أيضا شعارات وأسماء قادمة ما خلف الخمس المراكز الأولى ومنافسات أيضا قوية نشهدها مع سن الأجذاع ومنافسات أيضا ميدان الشحانية في أسبوعنا الأول من المحلي السابع وفي ختام أيامه، انطلاقات أيضا مثيرة. أعود إلى الصدارة إلى البداية إلى مقدمة الشوط مشاهدينا متابعين الكرام مع دومة هناك على مقدمة الشوط. سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري هنا ينطلق ويقدم لنا شعاره مع أول المراكز، ولكن المنافسة هناك من خلال تواجد فتنة مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. فهد بن محمد بن سعيد المري هنا ينطلق مع ثاني المراكز وثالث الأسماء وأول القادمات في هذه اللحظات. هنا وهايب حمد بن سيف بن معضد المشغوني يصل في هذه اللحظات وانطلاقة وهايب وأول نداء لوهايب مع انتصاف المسافة. تتدخل ثالثا في هذه اللحظات ولكن نتابع من حاف هنا شعار أبو ليلى قادم مع رابع المراكز محمد بن علي أبو ليلى الغفراني المري يصل رابعا وينطلق من حاف في هذه اللحظات و
وتابع هناك خامس الأسماء الوصول من ريتاج على خامس المراكز سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل مع خامس المراكز. هكذا النداء هكذا النتيجة متابعينا الكرام. ولكن أعود إلى البداية إلى مقدمة الشوط. فتنة غيرت على الصدارة. انطلقت فتنة فهد بن محمد الحنيتم المري هنا ينطلق مع فتنة على مقدمة الشوط. ولكن اتابع القادمة وهايب. تحركت وهايب هنا بشعار المشغوني حمد بن سيف بن معضد المشغوني. وايضا هنا ثالث المراكز ثالث الانطلاق من دومة. ولكن القادمة في هذه اللحظات من حاف مع رابع المراكز وخامس الاسماء. وتدخل جديد في هذه اللحظات من شقرة فهد بن محمد وفهد بن عبد الله الخيارين هنا. ولكن هنا ايضا القادمة في هذه اللحظات من تغير وتنطلق الجذابة صويح بن خيلان بن عايش الشمري هنا تنطلق في هذه اللحظات الى رابع المراكز. واول ندى للجذابة. ولكن خامسا هنا القدوم من غزلان محمد بن حمد الحسن المري يصل مع غزلان مع خامس المراكز. هكذا النتيجة متابعينا الكرام. ولكن العودة الى مقدمة الشوط من غيرت على الصدارة وانطلق هناك. الله وهايب وشعار المشغوني ينطلق مع هذه اللحظات حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني. وهايب غادرت انطلقت بأداء مميز وانفردت على الصدارة ثاني المراكز. وتابع فتنة فهد فهد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري هنا يصل مع ثاني المراكز. ولكن من حاف قادمة مع ثالث المراكز في هذه اللحظات محمد بن علي أبو ليلة الغفراني يصل مع من حاف مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. وتابع القادمة في هذه اللحظات غزلان محمد بن حمد بن دخيل الحسن المري. ولكن من الجانب الآخر هناك أيضا الجذابة قادمة الجذابة بانطلاق قوي من الجانب الآخر صويحي بن خيلان بن عايش الشمري. ولكن وتابع خامس الأسماء خامس المنطلقات في هذه اللحظات الدوحة سالم بن عزام بن خاتم العنزان النعيمي مع خامس المراكز. ولكن نعود مع الصدارة مع مقدمة الشوط. هناك البداية هناك الانطلاق مع وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني. بسم الله ما شاء الله انطلقت وهايب وافتتحت لوحة الكيلو الأخير على الصدارة بانفراد مميز وانطلاق قوي. هناك وهايب وتابعها من خلال الشاشة والكادر العلوي هنا في هذا الانطلاق وهذا التحدي. وهايب على الصدارة على مقدمة الشوط. الله على هذا الأداء. ولكن تحركت من حاف هنا مع ثاني المراكز انطلقت أيضا من حاف اشعار ابو ليله هنا قادم مع ثاني المراكز من حوف محمد بن علي بن صالح ابو ليله الغفراني. وثالث الاسماء الجذابه قادمه مع ثالث المراكز صويحي بن خيلان بن عايش الشمري. الله على هذه المنافسه. ولكن اعود الى البدايه اعود الى مقدمه الشوط. وهايب من تهب المشغوني الناموس في هذا الشوط الى هذه اللحظات. هناك بانفراد قوي على الصدارة وانطلاق أيضا وانفراد على الصدارة. وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني هناك يحسم هذا الشوط مع هذه الانطلاقة القوية. ولكن هنا أيضا من حاف مع ثاني المراكز والجذابة ثالثا. ولكن أبقى هناك مع الصدارة مع مقدمة الشوط مع وهايب من ظفرت بناموسي هذا الشوط هنا بانفراد كلي وتام عن بقية الأسماء المشاركة. تهانينا والناموس لمالكي وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصلت من حاف محمد بن علي أبو ليلى الغفراني المري. وثالثا كانت الجذابة صويح بن خيلان بن عايش الشمري. ورابع المراكز فتنة فهيد بن محمد بن السعيد الحنيتم المري. وخامسا كان الوصول
خامس المراكز الضبي سعيد بن علي بسعيد البريصي المري. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى الفائزة في شوطنا الماضي. نتابع أيضا لحظات وصول وهايب إلى خط النهاية معلنا الفوز والناموس وتوقيتها الزمني 9:53 52 جزء من الثانية. التهنية لحمد بسيف بن معروف بسيف المشغوني. ثاني المراكز كان الوصول من منحاف وتوقيتها الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 9:59.70 جزء من الثانية. الثانية لمحمد بن علي بن صالح أبو ليلة الغفراني. وثالث المراكز الجذابة 10:52 جزء من الثانية. التهنية لصويح بن خيلان الشمري على هذا الفوز. تهانينا والناموس.